أصحابنا الحلوين، شفتوا معانا البيت اللي اشتريناه لبوبي وطمطم الحلقة اللي فاتت من برا، لكن ما شفتوهوش من جوه. شوفوا جميل ازاي. يلا بينا يا أصحابي ندخل البيت الجميل ده من جوه ونفرشه سوا. يلا بينا نرن الجرس عليهم علشان يفتحوا لنا وندخل البيت الجميل ونفرشه من جوه. شوفوا معانا يا أصحابي البيت من جوه، فرشناه وحطينا عليه ستيكر جميلة جدا، حطينا السجادة وحطينا براويز جميلة جدا وزرع وشجر، وآدي المطبخ حطينا صور جميلة جدا فيه اهي، وزيناه وخليناه جميل جدا من جوه. فاضل بس نفرشه، وجاي معاه دي زي البلاط كده بتاع البيت، فاضل بس يا أصحابي نفرشه مع بعض. يلا بينا. هنا معانا يا أصحابي هنحط هنا دي دفاية كده في البيت، نتحط هنا دفاية وتلفزيون تمام، جنب منها هنحط الشجرة دي، الزرع ده علشان يزينه، وفوق بقى يا أصحابي هيبقى الحمام. هنحط هنا يا أصحابي القعدة هنا، وهنا البانيو، وكمان الغسالة جنب منه. لسه هنجيب بقى ايه، كان فيه حنفية وحوض، هنحط كده كده يا أصحابي. حطينا الحنفية بتاعت الحمام، وآدي الحوض والبانيو، وآدي القعدة بتاعت الحمام، وآدي دفاية وتلفزيون، وآدي الزرع، وده باب الشقة، وهنا المطبخ. المطبخ لسه ناقصه حاجة، ناقصه ايه؟ نحط دي هنا كده، دي الغسالة، قصدي دي التلاجة، جنب منها بوتاجاز. دي التلاجة والبوتاجاز، ودي ممكن تكون غسالة أطباق أو حاجة هنا كده. فوق بقى بيحطوا الأوضة بتاعتهم، هنا في سرير بس هما حاطين المكان بتاعه صغير أوي، بس هو هنا سرير يعني. هنا في فوق بقى هنحط هنا في مكتب، وفي هنا زي برضو جزامة دي ولا ايه، بس دي فيها كتب، مكتبة كده تمام. السرير وقع، هو المكان بتاعه صغير جدا تمام. هنا بقى هنا بقى يا أصحابي الريسبشن بتاعهم، هنا هيحط الكنبة دي كده علشان يتفرجوا على التلفزيون تمام، وهيحطوا هنا الأباجورة دي علشان تنور لهم، وآدي التلفزيون اهو، وفي نحط لهم ايه الترابيزة، فين الترابيزة بتاعتهم اللي حط هنا كده اهي علشان يتفرجوا، وده باباهم نايم على الكنبة ماشي، ودي مامتهم بتطبخ في المطبخ. السرير دايما هيقع، دي مامتهم اهي عند المطبخ ماشي. لسه حاجات هنا، الترابيزه دي عشان عند المطبخ ياكلوا عليها، وجاي لها كراسي خشب، شايفين لونها بني، كراسي خشب، وكمان في كرسي كمان، استنوا لما نشوفه راح فين.
كرسي بني كده كمان. طيب هنا هنا في ترابيزة برضو ولها كراسي اهي، كراسي كمان، وهنا كرسي كمان هنا، وكرسي كمان هنا، تمام. وهنا بنتهم اهي عند دي السفرة بتاعته. وهنا ده ايه ده؟ هنا ده ساعة هنحطها هنا جنب التلفزيون، وده التليفون بتاعهم عشان لو حد اتصل عليهم هنحطه برضو جنب التلفزيون هناك، هناك كده، هناك كده. نحط الساعة عشان وقعت. وجاي معاهم كلب، ده الكلب بتاعهم قاعد هنا، هنوقفه هنا كده اهو، تمام كده. البيت بقى جميل جدا. هو كان في كرسي كمان بس مش عارفه راح فين، بس هو تقريبا كده خلصنا فرش البيت. ايه رأيكم يا اصحابي؟ بقى جميل جدا، جميل خالص. الله البيت بتاعنا بقى جميل جدا. الله الكنبه دي مريحه جدا، وانا بعمل لكم الاكل في المطبخ. ايه رأيكم يا اصحابي في البيت الجميل ده؟ علشان العيد فرشنا معاكم البيت. نشوفكم في حلقة جديدة الحلقة الجاية مع كرتون جديد نكون بنعمله في البيت الجميل ده. باي باي، كل سنة وانتم طيبين.